أنا سميتي فتيحة من مدينة الرباط، عايشة كأيها الناس. عندي أب وأم ديالي ميتين، وأنا عايشة غير مع أخواتي والأخ ديالنا. أخ ديالنا إنسان ملتزم، وأنا وأخواتي تحنا ملتزمين، يعني ديرة الخمار، حيث أخويا ملتزم وما كيبغيش دخول الخروج، ما يبغيناش نخرجوا أو خارجين. كنخرجوا كنخرجوا، ولكن في الحدود، ما كنبقاوش خارجين لشرش من وقت ولا، حيت خويا اللي بقى مكلف بينا راعينا وهز مسؤوليتنا، وخمس كين تزوج وعندو وليدات مكلف بينا، تيخسر علينا تيكسينا تيصبطنا، اللي مرضت كيداويها كيدوز ليها يديها للطبيب، مهلي فينا. خونا الصراحه حنين بزاف، يعني قد الالتزام ديالو على قد الانسانيه اللي فيه، وكيطبق هذاك الشيء اللي كاين في القران الكريم، يعني كيطبقوا بالالتزام. صراحة ملتزم، ماشي كنشكر خويا، وإنما هذاك الشيء اللي كنشوف فيه كنقوله. خواتاتي جاوهم رجالة قاعد زوجو، قاعد زوجات واحدة من وراء واحدة. أنا كنت أنا الصغيرة، كنت جالسة معاه، كنت مع مراته تنعاونها تنبرك معاها تنتحدث أنا وياها، نهضر أنا وياها. المرة ديالو كانت دايرة النقاب، كتخرج غير معاه صراحة، وكانت في الدار كتعري شعرها، كدير صباغ الأطفال، كتقاد ليه، كل شيء عادي. ولكن في الزنقة كانت كتدير النقاب، وحتى هويا كيلبس لباس ديال التقصير ودير اللحية. المهم، ولكن واخا هكا كيخرجوا وليداتهم، كيديوهم يلعبوا، كيديوهم يعني نقول الاخ ديالي، واخا هكاك واخا ندير مرتو النقاب عن اقتناع، يعني قابله ليه بالشروط ديالو. وخواتاتي حتى هما تزوجوا بناس يعني حتى هما متدينين. المهم عايشين معاهم بخير وعلى خير، كل واحدة في دارها وفي محلها. كل مره كنمشي عند وحده، مره في 15 يوم ولا مره في الشهر كنمشي عند وحده، كنمشي نجلس معاهم شويه. صافي خويا كيقول لي ما تبقايش جالسه معاهم بزاف باش ما يديرونجيش رجالتهم، ونيت انا كنفهم هاد الامور هذه، والحمد لله كنت تربيت احسن تربيه. كنت تنقرا، ولكن القرايه ما بغاش تدخل لي راسي. صافي بقيت جالسه غير في الدار، ما درت حتى شي حاجه في بالي، رغم ان خويا قال لي ندخلك تقراي في شي مدرسه، ولكن خفت انني ما نقدرش، ما نديرش، ما نكونش في المستوى اللي بغاني ويخسر فلوس عليا غير هكاك. هذيك الشيء علاش قلت ليه لا، خليني غير جالسه في الدار نشقى. صافي هي هذيك، بقيت جالسه مع مرتو كنشقى، كتولد، ملي كتولد كنشد ليها انا الدراري وهي كتشقى. المهم ما نسين انا وياها كنا مفاهمين، عمرها ما قالت لي ديري واحد الحاجه بالزربه ولا نهصراتني ولا عيراتني والو. ولكن خويا حتى هو دير بيناتنا اي حاجه كيعدل بيناتنا، ماشي كيجيب ليها ويخليني، ماشي كيجيب ليا ويخليها، يعني لا بغى يجيب واحد الحاجه كيجيب ليا انا وياها، حيت عارفين العيالات ضروري كينوضوا الصداع على والو. قدر انا الا جاب ليا غير شي حاجه بسيطه هي غتقولي علاش جبتي لخصك وما جبتيش ليا، وكذلك هي قدر يجيب لها هي، وانا انا ما نتقبلش نقول انايا صافي حيت يبقى فيا الحال، نقول حيت ما عنديش الوالدين. ولكن خويا تبارك الله كان كيعدل بيناتنا، كان لك شي اللي جاب ليها هي كيجيبوا ليا حتى انا. من بعد واحد الايام دازت مزيان زوينه، جا واحد الدري صاحبي، واحد سيد كنت كنعرفو زمان. صافي كنت صاحب مع خويا، وحتى هويا التزم ودار التقصير، صافي دار الحياة، يعني انسان ولا معقول. وهذاك السيد اللي كنت كنعرفو انا كنت كنعرفو يعني صاحبي غير بالتليفون، ما كانش كنخرج كيما قلت لكم، راكم عارفين خويا كان شويه صعيب، ما كنتش كنخرج ما والو معاه. صافي هذيك جا بغى يخطبني، قال لي فين كتعرفها خويا، قال لي ما كنعرفهاش، يعني طلع راجل في هذه القضيه انه قال لي ما كنعرفهاش، غير كنشوفها معاكم وانت اخ ملتزم، وهي ويعني خواتاتك من دارهم وهذا. صافي قال لي انا راني خدام وبخير وعلى خير، وغتسكن بوحدها وغادي تاخذ راحتها التامه معايا. صافي خويا اقتنع بالهضره ديالو حيت شافو شخص هو متدين، اللحيه والتقصير هي هذيك. درنا العقد، درنا واحد العرس، غير اشهار الزواج، ما فيش كيما نقولوا الشطيح والرديح وداك الشيء، غير المسمعين، ويعني درنا واحد داك الشيء اللي كيدار داروا لي الاخ ديالي داروا لي. صافي من بعد مشيت لداري لقيتها مفرشه مقاده مصيبه، كان كاري واحد لابارتمون كاريها ومفرشه ومقاده. صافي ملي مشيت لعندو لقيت صراحه حياه زوينه، وليت انا كنلبس في الدار داكشي اللي بغيت. كنت كنقول داكشي كناخذو عن تجربه من مرت خويا، كنلبس شوميزات، كان فوقت سميتو كندير سميتو الصباغه الضفاري، ملي كنكون نصلي اللي كنحيدها، ملي كنبغي نتوضى اللي كنحيدها،
مهلي في راسي بزاف، غير هو حتى هو شرط عليا انني ندير النقاب، واخا انا في الاول ما قدرتش نديرو، ما تقبلتوش حيت معمرني ما درتو، ولكن حتى الاخ ديالي قال لي ضروري خاصك ديريه، الزوج ديالك بغاك ديري واحد الحاجه، انت اصلا علاش غتعري وجهك للناس برا؟ الزوج ديالك هو اولى، هو اللي خاصو يشوف وجهك، هو اللي يشوف كل شيء. صافي هذاك الشيء اللي كاين، صافي اقتنعت وقنعتني مرات خويا حتى هي، صافي اقتنعت بهذاك الشيء اللي قالوا لي. صافي في الاول كنت غاده مزيان، عايشه بخير مرتاحه، كيجيو عائلته، خاصني مزيف وبيجامه طويله تقاشر، خاصني ما كتبان حتى شي حاجه. بعض المرات الا كانوا شي ناس غرباء كاع كان ما كانش هو اللي كيتسخر على الرجال ولا شي حاجه، ما كنسخرش عليهم، ما كيشوفونيش نهائيا. المهم واخا هكاك قدرت نتعايش مع هاد، حيت باش بالنسبه لك انك ديري النقاب في الزنقه وفي الدار الا كان شي حد ولا شنو، يعني عدك بزاف ديال الشروط خاصك ديريها، ولكن كل شيء هذاك الشيء تعايشت معاه، يعني كيجي عادي كل شيء. ولكن انا كنت متابره، كنجتهد في هذا الشيء، كنقرا، كنتسنط للشيوخ، كنت من الجنابات كندوش في البلاصه باش انني نصلي الفجر، كنت كنفيق الفجر كل شيء. صافي دازت المده بحال هكا مع الايام، ديما بحال هكا مهلي في راسي، كيجي الزوج ديالي كيلقاني لابسه مزيان مقاده كل شيء. ولكن مؤخرا الزوج ديالي ولا كيطلب مني شي حوايج معمر وكان كيطلبها مني، دوزت معاه غير 3 شهور ديال الزواج، 3 شهور بالحساب، ولا كيطلب مني انني ندير معاه شي وضعيات في شكل وشي علاقات، يعني في شكل، وانا هذاك الشيء ما عجبنيش، وقال لك هو راه جائز، وانا يا ما عرفتش هذاك الشيء واش جائز ولا ماشي جائز، واخا بعد شويه داك الشيء يعني كيكون كيقول لك راه جائز، يقول لك يطلب مني يعني شي حاجه اللي هي حرام كاع كيطلبها مني، انه ينعس معايا من الدبر، وهذه راه حرام حرام اصلا شرعا. ولكن ما عرفتش شنو ندير، كيطلب مني واخا كنرفض، ما عرفتش شنو ندير. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والاعجاب ديالكم، تهمني بزاف، هو اللي كيشجعني باش دائما نحط قصص جديده، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها وضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد.